أيها الناس رددوا خلفي، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، صدق وعده، وأعز جنده، وأعز جنده، وهزم التتار وحده، وهزم التتار وحده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. أيعقل هذا؟ أيعقل ما فعله السلطان الأعظم قازان؟ لا أحد يعلم ماذا يدور في رأس السلطان. فليخبرنا إذن فيما يفكر فيه. تظنون أن ابن تيمية قد سحرني بكلماته؟ ليسمح لي مولاي السلطان دون غضب، هذه هي الحقيقة، لقد سحرك هذا الدعي بكلام. لا، بل يجب على رجال السياسة ألا يبوحوا بما يدور في رؤوسهم. نحن أقرب الناس إليك ونريد أن نعرف ماذا يدور في رأسك. عما قريب ستعرفون ما أفكر فيه. السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر بالدعاء لك فوق جميع منابر مصر والشام في خطبة الجمعة القادمة. بارك الله فيه. لقد أقسم السلطان أن يجزل لك العطاء، ولكن الشيخ ابن دقيق العيد أخبره بأنك لن تقبل الهبات أو العطايا أو المناصب. بارك الله في ابن دقيق العيد، فهو من خير العلماء. لقد أعلن السلطان أنه سيجعل لك الكلمة القاطعة فيما تشير به، وسيكون لك الرأي الحاسم في من يتولون المناصب الكبيرة. أنا لا أريد هذا ولا ذاك. ماذا تريد إذن؟ أريد العدل، فهو همي الأكبر. أترى الظلم في الطرقات؟ أراه في السماح بفتح الحانات، ستسأل عن ذلك يوم العرض الأعظم. تغلق الحانات في دمشق، ماذا تريد أيضا؟ أريد نشر الكتاتيب في كل مكان وتشجيع حفظة القرآن والحديث. لك مطلق الحرية في فعل ما تراه. من رأيي أن تأمر بقتلهم ثم تعيد رؤوسهم لقازان. لا، قتل الرسل عمل لا يليق بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون. قتل الرسل معناه إعلان الحرب من جديد، ونحن جاهزون ونستطيع التحرك بجيوشنا تجاه دمشق. ولماذا؟ لماذا ندخل معركة لا عائد من ورائها؟ الأمير سيلار يخشى قوة التتار. لست أنا يا بيبرس الجاشنكير الذي يهاب المعارك. بيبرس، سيلار، أوصل الأمر إلى الاختلاف أمامي؟ ما رأي قاضي مصر ابن دقيق العيد؟ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. إذن نقابلهم، أدخلوا رسل قازان. بس
السلام على مولانا السلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هدايا أرسلنا بها السلطان الأعظم محمود، فلا تفضل مولاي السلطان الناصر قلاوون بقبولها. وهذه رسالة يا مولاي من أخيك السلطان الأعظم قازان، أقصد محمود. السلطان قازان يريد فتح صفحة جديدة معنا.